لاحظ هنا ودار مقارنة، قال والذي يظهر للفقير بعد التأمل الكثير أن المعتبر استعلاق أقصى اللسان، يعني هو أيضا تبنى هذا القول، سواء استعلى معه بقية اللسان أو لا. وحروف وسط اللسان مثلا ذكر، وحروف وسط اللسان وهي الجيم والشين والياء لا يستعلي بها إلا وسط اللسان. فلم تعد هذه الأربعة من المستعلية وإن وجد استعلاء في اللسان. معناها قال لك لأنه الدليل على أن وسط أقصى اللسان هو المسؤول عن الاستعلاء صح، قال لأنك إذا نطقت حرف الكاف مثلا، هو ربما لو يذكر الكاف، قال الكاف وحروف الحروف الشجرية اللي هي حروف الجيم والشين والياء، قال إذا نطقتها طبعا لازم يستعلي وسط اللسان صح، لكن لما استعلى هل أصبحت الجيم جا؟ لماذا لم تصبح الجيم جا؟ أصبح بقيت أج جا جا ضعيفة جا شا يا، قال لماذا؟ لأن أقصى اللسان يتصعد وإن تصعد وسط اللسان، فالدليل على أن المنطقة المسؤولة عن التفخيم هي صح أقصى اللسان، فإذا تصعد أقصى اللسان فإن الحرف يستعلي ويفخم، لكن إن لم تتصعد تلك المنطقة فلا يعتبر الحرف مفخما. فأنت لما تقول مثلا لو نروح الحرف اللي هو أقرب إلى أقصى اللسان اللي هو حرف الكاف كا كا، لما تقول أنت قا تحس أنه كاين، أنت الآن نحن قلنا أنك لما تدرس المخارج وحتى الصفات لازم كأنك تحسها تعيشها، لما تقول أنت قا أق تحس صح باللي كاين انقفال، تحس حس يعني، لكن لما تقول كا 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 تحس أنه صح ما كانش هذيك القفلة، لا توجد هذيك القفلة من أو ذاك الضغط من أين يأتي؟ من جهة أقصى اللسان، ما كانش قرب، ما تحسش انضغاط كالقاء أو صح كاء، تحس أنه، وذكرنا أن حتى حرف الكاف بعض المغاربة كابن يالوشا رحمه الله يذكر أنه الكاف نزل، لما قال ابن الجزري أسفل أقصى اللسان فوقه، قال ثم الكاف أسفل، ذكر أن أسفل معناها أسفل لسان، يعني اللسان يندفع إلى الحنك الأسفل، هذا رأيه، هذا رأيه بعض المجربين اللي جربوا قالوا صح، أنت تقول كاء كاء تنزل، يعني تحاول تنزل تبقى تنفق في كاف، وقال كاء، ربما هذا انتصارا لقول المغاربة، ينتصروا لقول المغاربة. المهم إذا نرجع إلى صفة الاستعلاء، إذا الاستعلاء المسؤول عنها هو أقصى اللسان بالتجربة وب نعم. ثم ذهب بعد ذلك إلى صفة الانطباق والانفتاح، إخو مستفيل منفتح، الانفتاح حروف أكثر، الإطباق الآن وصاد ضاد طاء ضاء مطبقة، إذا الحروف الأربعة هذه وهي ضمن حروف الاستعلاء أصلا خص ضبط قر موجودة، لكنها أعلى وأفخم من حروف الاستعلاء، معناها هذه أقوى ما في داخل حروف الاستعلاء، لأن حروف الاستعلاء السبعة هناك أربعة مطبقة، هذه والأخرى منفتحة، القاف والغين وال الخاء، الغاء القاف والغين والخاء، قال وصاد ضاد طاء ضاء مطبقة، والإطباق هو أن يتراجع اللسان إلى الخلف في أثناء نطق عدد من حروف طرف اللسان مع تصعد أقصاه إلى الأعلى، ويتخذ اللسان بذلك شكلا مقعرا يؤدي إلى صدور أصوات مفخمة تختلف جروسها عن جروسها، يعني إيقاعاتها صوت الحرف يعني عن أصوات طرف اللسان في حالة بقاء أقصاه منخفضا، وتسمى هذه المجموعة بالأصوات المطلقة. معناها اللسان الإطباق ما هو؟ هو ما زال تصعد لأقصى اللسان، ما زلنا في منطقة أقصى اللسان، لكن أيضا اللسان في هذه المنطقة يزيد يرجع، ويسميه البعض الآن يعبر عنه بلسان المزمار يعاود ينقفض، يزيد أيضا لسان المزمار يرجع، ربما لو كانت عندنا الصور كنا نراها أيضا بشكل دقيق. لاحظ هنا ماذا قال؟ قال رجوع
رجوع اللسان، يعني اللسان يزيد يرجع، كي تقول طاء لسان تحسه راجع، طاء ضاء ضاء. فقال معناها في منطقة لسان المزمار وهي ملاصقة أيضا مقابلة للسان، تكون فيها أيضا فيها تراجع. هذاك التراجع منين جاء؟ تراجع لأن اللسان راجع، اللسان راجع. لكن نقول الحرف المفخم الآن، قال هو تقعر للأمام، هذاك التقعر باش يبقى الصوت محجوز، يبقى الصوت. احنا كي نقولوا مثلا كي نعودوا احيانا نصحح نقول حاولي انك الصوت نتاع المفخم تخليه داخل الفم، طا رنين، يبقى الرنين نتاعو داخل الفم، طا ضا. لكن الان الصوت المرقق اللي هو ماهوش مطبق ولا مستعلي ولا مفخم، صوته يكون خارج الفم. لماذا؟ لانه لم يحصل معه هذا التحرك لطرف لاقصى اللسان، ما كانش، لا يوجد. فانت تقول مثلا جاء، الان هل تستطيع انك تقول جاء؟ تقول تستطيع لكن خطا، معناها انت الان لازم تاخذ نفسك بهذه الصفه لهذا الحرف، فما تظلموش. الان لو جاور غيره قد يظلم، صح ولا لا؟ لو جاور غيره انت ممكن تظلمه ويصبح خطا. ما واحده تقرا لك تقول لك راح تجينا مثلا بال وبطل ما كبابا، لما تقول بطل الان ماذا فعلت؟ هذا اخرجت اللام صحيحه والطاء صحيحه وظلمت الباء. الان هل استطاعت انها تفخمها؟ نعم، دارت لها نفس طريقه الطاء واللام. فنقول لها الان خطا هذا، حاولي انك ما تديريش الصوت، ما تخليش لسانك يرتفع في اقصاه، ولا تخلي صوتك يرجع، وإن كان الرجوع متعلق بالإطباق كما رأينا. فما تقوليش با، قولي با با. لأن ماذا فعلت؟ عطلت هذا الأمر وهو ارتفاع أقصى اللسان. فلو قالت با معناها أقصى اللسان مرتفع، فبقي رنين الحرف داخل الفم، فتحاول أنها لا تفعل هذا مع الحروف المستفادة. إذن فالإطباق هو ارتفاع لأقصى اللسان ورجوع أيضا لتلك المنطقة، رجوع، لأنه كلما ضاقت تلك المنطقة كلما بقي الصوت، كأنها تحاول تحجز هذا المنطقة. لماذا يرتفع أقصى اللسان ولماذا ترجع في الإطباق؟ باش يحصل حجز للصوت داخل الفم، لأنه لولا أن الصوت يرتفع معناها الآن الصوت كما قلنا الهواء خارج، صح؟ فلما يحجز الهواء وين يروح؟ يطلع إلى الأعلى، فلما يطلع إلى أعلى ماذا يحصل؟ هنا يصبح مفخم، يصبح مفخم، يسمى الياء. الآن لو نزلت هذه المنطقة يكون الصوت خارج بشكل سهل، فالآن ماذا يحصل؟ يحدث الصوت بشكل ضعيف مرقق، فلا يحجز، ما يطلعش إلى أعلى، وإنما الآن المنطقة المسؤولة عن حجز الصوت دفعه إلى أعلى لازم تضيق. شفتوا لما الآن الحنجرة هذه، أنت لما تشد مثلا الخرطوم تاع الماء، فأنت الآن تتحكم في مجرى الماء، يعني تستطيع أن تتركه كامل، تستطيع أن مثلا لو وضعت إصبعك على أعلى ينزل الماء من الأسفل، لو وضعت إصبعك على الأسفل خرطومة واحدة تضع إصبعك يطلع، صح؟ فالآن هذه المنطقة كأنه الخرطوم تمسكه من هذه المنطقة، لما ترجع اللي هي منطقة أقصى اللسان، لما ترجع كأنها تتحكم في الصوت، فيصبح الصوت يصعد إلى الأعلى، فإذا صعد إلى أعلى يصبح يرن في قبة الحنك. هذا هو التفخيم. ولذلك كي تجربي أي وحدة لما تجرب واش دير؟ تجد أن الصوت داخل الفم، صح؟ طاء طاء. منين جاء؟ من تضيق أقصى اللسان، ارتفاع يعني، الارتفاع أو التضيق أو الرجوع، واضح؟ هذا هو المقصود، هذا هو المقصود. إذا الإطباق الآن الحروف الأربعة هذه اللي هي الطاء وطاء وصاد وضاد طاء وضاء مطبقة، هذه الحروف الأربعة تفخيمها أكثر من تفخيم حروف الاستعلاء الباقية اللي هي حروف منفتحة، بمعنى أن القاف والغين والخاء هذه الحروف مستعلية منفتحة،
ما يرجعش معاها، لا يرجع اللسان، ما يرجعش. يعني لسان المزمار يبقى، لانه علاش نقولوا لسان المزمار؟ لانه يعني اللسان لما يرجع يقرب الى لسان المزمار، يزيد هذيك المنطقه اللي تزيد الضيق. اللي قلت لو كانت عندنا الصوره على زاد الوضع اكثر يعني. اذا هذه صفه الاطباق. ياتي بعد ذلك الى صفه، قال بعد ذلك ذكر في المجمل، قال جهر ورخو مستفل منفتح مصمتة مصمتة. ثم ذكر ضد الإصمات الإذلاق، الذلاقة. قال وفر من لب الحروف المذلقة، وهي ضد صفة الإصمات المذكورة في البيت الأول من أبيات الصفات. قال وإنما سميت هذه الحروف فر من لب، يعني الفاء والراء والميم والنون واللام والباء، وإنما سميت مطلقة لخروجها من ذلق اللسان والشفه. أيوة. قال فثلاثة من طرف اللسان وهي اللام والراء والنون، وثلاثة من الشفتين وهي الباء والميم والفاء، والحروف المصمتة باقي الحروف. سميت مصمتة لأنها صمت عنها أن تبنى منها كلمة رباعية أو خماسية، وعرات من حروف الذلاقة، من حروف الذلاقة. هذا طبعا ذكر في الهامش ينظر الخليل العين وابن جني في سر صناعة الإعراب. ولا يخفى على الدارس أن صفتي الذلاقة والإصمات ليستا من الصفات الذاتية التي لها دلالة صوتية، وإنما هما من الصفات الإضافية التي تتعلق بنسبة الحروف إلى مخرجها أو وظيفتها الصرفية دي. فمن ثم لم يذكرهما بعض علماء التجويد المتقدمين وكثير من دارسي الأصوات المحدثين. فالداني لم يذكرهما مع صفات الحروف في كتاب التحديد متابعا في ذلك السيباويه، ويبدو أن المتأخرين من علماء التجويد ذكروهما متأثرين بمكي الذي أوردهما في كتابه الرعاية. هذو أئمة كلهم كبار، سيبوي ومكي بن أبي طالب القيسي والداني، طبعا معروفين. نعم. لكن من المتأخرين من لم يذكرهما كما فعل المرعشي رحمه الله في كتابه جهد المقل، وقال في شرحه. طبعا المرعشي رحمه الله هذا ممن الشيخ الإمام المرعشي، هذا إمام عظيم، هذا شيخ الإسلام في وقته. لاحظوا أنه قد توفي سنة 1150 للهجرة. هذا إمام، كان إمام السلطنة، إمام السلطنة يعني الدولة العثمانية، إمام المرعشي رحمه الله. هذا ممن بدأ الضاد الضائية، يعني هو الذي نشر الضاد الضائية وتبناه، وبعد ذلك ما شاء على رأيه كثيرون. مهم. في كتابه جهد المقل وقال في شرحه ومجموع ما ذكرته 18 صفة، وتركت مما ذكره ابن الجزري في نظمه الذلاقة. إذن صفة الذلاقة، هذه صفة الذلاقة والإصمات كما ذكر كثير من الأئمة يرى أنها، ورأيتم الآن سيبويه لم يذكرها، داني أيضا لم يذكرها، من المتأخرين إمام المرعشي لم يذكرها الآن، لأنهم قالوا أن هذه الصفة إما الإصمات أو الذلاقة هي صفة لا يتعلق بها شيء صوتي، يعني لا يتعلق بها شيء تؤديه. يبين كنا نقول لك اهمس، دير الرخاوة، جري الصوت، الهمس نقول لك جري النفس، الجهر نقول لك ما تديرش النفس، الهمس، الشده نقول لك ما تجريش صوت الحرف، جريش الاطباق نقول لك حاول ان تزيد فخ من الحرف، رجع لسانك من ليه، ارفع هذا طرف اللسان، استغفر الله، اقصى اللسان، الاستيفال، حاول انك ما تفخمش الحرف، يعني امور تستطيع ان تؤديها، تستطيع بلسانك ان تؤدي هذه الاحرف او هذه الصفات.
لكن الذلاقة والإصمات ماهيش صفات أو ليستا صفتين من الصفات المترتب عليها شيء أدائي تقدر تديره تطبقه. دير الإصمات مش ندير كيفاش الإصمات، دير الذلاقة كيفاش ندير. إذن فهما وصف، فهما وصف، وصف قال هما وصف وهما أدخل إلى جهة الصرف، علوم الصرف وليست يعني الآن. لأنه لاحظوا وش قال، قال ولأنها صمت عنها أن تبنى منها كلمة رباعية أو خماسية، معناها لا تجد في اللغة العربية كلمة فيها أربعة أحرف أو خمسة أحرف، يعني من أربعة أحرف واطلع، ما تلقاش كلمة في اللغة العربية يتخلو تكون فيها أربعة أحرف أو خمسة أو ستة أو سبعة وتكون خالية من أحد حروف فرقة من اللغة، معناها ما يكونش فيها فاء أو راء أو ميم أو نون أو لام أو باء. فإن وجد حرف من الحروف أو كلمة من الكلمات التي تتكون من أربعة أحرف فما فوق ما فيهاش واحد من حروف الذلاقة، يقول لك إذن أحكم مباشرة أن هذه الكلمة أصلها ليس عربية. نعم الآن أنت لما يذكروا لك الآن، هل هذا ينبني عليه شيء في الصوت؟ ما ينبني عليه حتى شيء، معناه الآن هذا أمر صرفي. شوف بنية الكلمة، من أربعة أحرف فما فوق لازم يكون فيها حرف من فرة من لب. لقيت كلمة من أربعة أحرف وليس فيها حرف من حروف فرة من لب، أعرفها باللي رأي ماهيش كلمة عربية، معناها عربت أو دخلت إلى اللغة العربية وأصبحت مستعملة. ربما هما لماذا الآن ذكرها ابن الجزري؟ ربما ابن الجزري رحمه الله ذكرها بناء أولا على أنه باش ما يخالفش المتقدمين، لأنه قد يكون الخليل بن أحمد ذكرها وغيره من الأئمة، وقد قرأ رحمه الله على كثير من الأئمة، فلذلك رأى أنه يدرجها إشارة إلى السهولة، ويقصد بها الكلمة سهلة أو الحروف سهلة، حروف ربما تكون صعبة قليلا. فتلاحظ أن الفاء، لأنه قال لك الحروف الذولقية هذه والذلقية هذه كلها تخرج من طرف اللسان وروح ومشي للأمام، ما كانش من وسط اللسان وأقصى اللسان، ما كانش الفاء من الشفتين، من الشفة يعني بدينا فيه مخرج الشفتين، صح؟ أول حرف في الشفتين، الراء من طرف اللسان، الميم من الشفتين، اللام من طرف اللسان، النون من طرف اللسان، الباء من الشفتين. إذن الحروف هذه كلها حروف طرف اللسان وانت خارج، إذن فهذه حروف نوعا ما فيها سهولة وفيها ليونة، لأن